المغرب واتهام اسرائيل، ثم دول اوروبيه لم يجرؤوا على تسميتها. المتعارف عليه عندما تكون عمليه اختراق تقوم بها دوله معينه، عمرها ما ينطلق من اراضي هذه الدوله. غالبا هذا المسارعه في اتهام المغرب، والمسارعه في اتهام اسرائيل، والمسارعه في اتهام دول اوروبيه، ربما يقصد بها فرنسا اذا هذه الازمه، وربما ايضا يقصد فيها اسبانيا. إذا الهجمات السيبرانية تقول وكالة الأنباء الجزائرية تتعرض لها، يتعرض لها موقعها محاولة اختراق من قبل من المغرب وإسرائيل ومن مناطق في أوروبا كما جاء في بيان وكالة الأنباء الجزائرية. طبعا عاد هذا الحديث عن الهجمات السيبرانية عن تصريحات سابقة. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من الجزائر سيد محمد الداوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السابق ورئيس حركة حزب الكرامة، وعبر خدمة سكايب من باريس نورمال الكاتب والضابط السابق في الجيش الجزائري سيد محمد الداوي. هل هي مؤامرة إذن عطفا على كلام قائد الأركان وما تنقله وكالة الأنباء الجزائرية عن محاولة اختراق موقع الوكالة من المغرب من إسرائيل ومن مناطق حتى في أوروبا يقول بيان وكالة الأنباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي جمال، تحية لك وللأستاذ أنور ولكل من يتابعنا على المغاربية. دعني في البداية، وهو يوم 13 فبراير اللي هو اليوم العالمي للإذاعة، أن أهني كل إذاعي العالم وكل صحفي العالم وأسرة الصحافة بصفة عامة ليومهم العالمي، وأهني بالخصوص الصحافة الوطنية اللي هي راهي قائمة بواجبها في ترقية حق المواطن في الإعلام، خصوصا يعني حماية الوطن من كل المخاطر اللي تحدق به. ما نشرته وكالة الأنباء من هجمات سيبريانية، ومعروف يعني مصادرها العام والخاص من الجزائريين للمخزن ومن وراءه الكيان الصهيوني، لأنه الجزائر الآن يعني تتجه في اتجاه يعني جديد، اتجاه لا يمت بأي صلة للممارسات القديمة. وربما أحسن دليل اليوم ما شفناه في جامعة باتنا، يعني لما سارعت المديرية العامة للاتصال على مستوى رئاسة الجمهورية بشجب ما وقع وما صدر كفعل معزول من جامعة باتنا بالرجوع إلى الممارسات القديمة في تمجيد وتكريم مثل ما يقولوا الكادر. فبالتالي الجزائر يعني لما تتجه هذا التوجه، معروف يعني مثل ما قدمتم في المقدمة بأنه الآن الحروب الإلكترونية هي إحدى الأذرع المهمة والأذرع الفعالة لتغليط أي شعب وتشكيكه في قيادته. وأنا أتذكر أنه في مجلس الوزراء، أحد مجالس الوزراء المتكررة في الجزائر منذ أشهر قليلة، تم تناول أو تم طرح قانون من أجل تشريح موضوع الحروب السيبريانية يعني بصفة دقيقة. وأتذكر أن هذا القانون يعني مر على مستوى المجلس الوزراء ونال حقه من النقاش. وبالتالي فمثل ما قلت يعني في البداية، أن العام والخاص يعرف أن الجزائر تتعرض إلى هذه الحرب من أجل اختراق المواقع الرسمية للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السيادية بصفة عامة، وهذا يعني شيء ليس بغريب. والحمد لله الجزائر يعني تفطنت إلى هذه العمليات وصدتها، والجزائر يعني محصنة والحمد لله، وما يستطيعوش يعني باش يخترقوها. والبيان أشار وهو مؤهل، يعني الجهات التي أصدرت البيان أكيد أنها مؤهلة لمعرفة مصادر هذه المحاولات للاختراقات، سواء كانت من أوروبا ولا من الأعداء التقليديين للجزائر. هي مؤامرات. كان هناك البعض عندما تحدث قائد الأركان وقبلها حتى ندوة للجيش حول دراسة المخاطر السيبرانية، هناك من شكك في هذا الموضوع. في النهاية الآن وكالة الأنباء الجزائرية تتعرض إلى هذه الهجمات السيبرانية، ويقول سيد محمد الداوي سمعته ماذا كان يقول؟ دعني في البداية أحييكم أخي جمال الدين، وأحيي المشاهدين الكرام، كما أحيي الأستاذ محمد الداوي ضيفكم الكريم. بلا أدنى شك كل الدول الآن تتعرض إلى هجمات سيبرانية متباعدة، سواء كانت دول العظمى أو دول صغرى. الفضاء السيبراني هذا فيها شبكات ترعاها دول، وفيها ناس هوايتهم وعملهم هو الاختراق.
عمل فردي أكثر من أن يكون عمل جماعي. هذا أمر طبيعي، والدول التي لا تتعرض إلى هجمات سيبرانية هي دول ربما عايشة في المريخ أو في كوكب آخر. لذلك من حيث المبدأ أن دولة تعلن أنها تعرضت إلى هجمة سيبرانية معناها مؤامرة على الجزائر الجديدة وكذا وكذا، هنا الإشكالية وين راهي قايمة. أمر آخر أن تعطيل الموقع لحمايته، هنا لما تتكلم على بعض التقنيين يقول لك أن الموقع لما تتفطن إلى العملية وتجهضها فخلاص انتهت، لا داعي إلى تعطيل الموقع. أما تعطيل الموقع معناها أن هذه الهجمة نجحت في درجة معينة، إما في إفساد المادة أو إفساد المحتوى، وكانت ممكن تحضر في نفسها لنشر معلومات أو نشر مقال معين لا يعبر عن الدولة أو شيء من هذا القبيل. هذا كله لم يحدث، لكن مسارعة الدولة في ظل جوعان منذ فترة، والحديث عن الحروب الإلكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي أنها ما تبغيناش الخير، وتبون من قبل حذر أصلا من الفيسبوك جاينا من دولة ما تبعيد لا تبغيناش الخير، لا ندري هل يقصد فيها أمريكا أو يقصد فيها دولة أخرى. ثم بعد ذلك رئيس الأركان كم من مرة يتحدثوا كما تفضلتم وذكرتم، عملوا حتى ملتقى حول الحروب السيبرانية، وعندنا ثكنة كاملة متخصصة في هذا المجال موجودة في الغاية متخصصة في الحروب الإلكترونية، وتم تكوين ضباط في روسيا وفي أمريكا وفي كثير من الدول. هذا أمر واضح وبين، ولكن المسألة ترى لماذا أولا استهداف وكالة الأنباء الجزائرية؟ يعني ما هي وكالة أنباء قوية ممكن لديها تأثير؟ أما القول مثلا كما تفضل الأستاذ محمد على أنها هي الناطق الرسمي، لا، عمرها ما تكون وكالة الأنباء هي الناطق الرسمي باسم الدولة، هي منبر رسمي للدولة وليست ناطق رسمي باسم الدولة. أمر آخر أنه من ماذا هل هذه الوكالة لديها هذا التأثير الكبير، ولماذا هذه الضجة كل، وأيضا كيف عرفوا أنه مباشرة اتهام المغرب واتهام إسرائيل ثم دول أوروبية لم يجرؤوا على تسميتها؟ المتعارف عليه عندما تكون عملية اختراق تقوم بها دولة معينة عمرها ما ينطلق من أراضي هذه الدولة، غالبا وقعت عمليات اختراق قاموا بها من دول أخرى في أمريكا، في دول ما يمكن أن تلحقها الشبهات، بل أنه حتى عمليات اختراق وقعت من لبنان، وقعت من إيران، وهي ليست خاصة بهذه الدول. لذلك لماذا المسارعة في اتهام المغرب، والمسارعة في اتهام إسرائيل، والمسارعة في اتهام دول أوروبية ربما يقصد بها فرنسا في ظل هذه الأزمة، وربما أيضا يقصد فيها إسبانيا بسبب الأزمة القائمة؟ إذن هذه الاتهامات يوجهها لدول عندها أزمة مع النظام، ثم أنها تستهدف الجزائر الجديدة والجزائر ومواقفها للتأثير عليها في كثير من المواقف التي تتعلق بالشعوب وتتعلق بقضايا الأمة. يعني أن إسرائيل وهذه الدول اللي تريد تستهدف الجزائر من خلال الضغط عليها في هذه المواقف تستهدف وكالة الأنباء من أجل اختراقها. أنا لا أعتقد أن الأمر كذلك، أعتقد أنه هو مجرد سيناريو من أجل الرفع من نظرية المؤامرة في هذه الظروف التي دأب عليها النظام الجزائري. حتى وإن حدثت حتى محاولة الاختراق يبدو أيضا أنه محاولة توجيه الأمور نحو نظرية المؤامرة على الدولة الجديدة والجزائر الجديدة ليس. ولكن لم يكن هناك يعني نموذج، لدينا نموذج قطر اختراق وكالة الأنباء القطرية وبسببها وفبركت خبر بسببها حدث حصار قطر، ليس هناك شواهد على هذا الموضوع؟ يعني ربما تم حجب الموقع تجنبا لهكذا سيناريو فبركة أخبار وغيره. تم اختراقه، وهذا الموقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقها ونشر تصريحات منسوبة إلى أمن قطر، معناها العملية نجحت. ولكن قبل ذلك كم من حالات ومحاولات اختراق، ولو نرجع إلى ذلك الفترة نذكر التقارير تتحدث بأن وكالة الأنباء القطرية تعرضت عدة مرات إلى محاولة الاختراق وتم إجهاضها ولم يتم الحديث عليها. ولكن بعد نشر تصريحات منسوبة إلى أمن قطر هنا اضطرت أن قطر توضح الأمور وتوضح. لو أن الجزائر أيضا اخترقوها ونشروا شيء هنا يمكن التوضيح، ولكن لم ينشر شيء، تم إجهاض هذه العملية على حسب البيان. ولكن لماذا المبالغة واعتبار أن هذا الاستهداف هو استهداف للجزائر الجديدة ومواقف الدولة الجزائرية؟ لأن الجزائر في هذه المرحلة راهي في ورطة كبيرة في كثير من القضايا، خلينا ممكن نتكلم عليها لاحقا. طبعا علينا في النقاش دكتور عبد العالي الرزاقي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد العالي الرزاقي، ما رأيك فيما يحدث الآن وما تقوله وكالة الأنباء الجزائرية عن هجمات سيبرانية، محاولة اختراق الموقع من المغرب، من إسرائيل، ومن مناطق في أوروبا حتى كما جاء في بيان الوكالة؟ اسمح لي بأن نكون واضح، كم عدد المشتركين في هذه الوكالة؟ أعتقد أنه لا يتعدى 10,000، نقطة الأولى. نقطة ثانية، عندما نتحدث عن اختراق وعن أشياء، هل أخبار وكالة الأنباء الجزائرية مهمة؟
أعتقد أنها مرتبطة بوند، بوند دار كذا، بعت رسالة أعطى كذا. إذن ليست لها علاقة بالأخبار ولا تمثل أي وكالة، ولا يمكن مقارنتها بوكالة قطر. النقطة الأولى. النقطة الثانية، تثار الكثير من التساؤلات. هل السلطات الجزائرية تقدم معلومات صحيحة للمواطنين؟ أخذ مثال أميرة براوي يقول بلي راه هربت وهربتها المخابرات. طيب في قانون، في قانون الدبلوماسية، إذا المخابرات هربتها بمعنى السفارة، أعضاء السفارة هؤلاء تلقائيا يصدر بيان بأساميهم بأنهم غير مرغوب فيهم بالجزائر، ولا يمكن استدعاء السفير. إذا المعلومة غلطة، ولهذا عندما تحدث عن معلومات غلطة تقدمها الجهات الرسمية يبدو لي أنه من الصعب أن نصدق. صحيح ربما شيء عادي أنه يتم الاختراق، شيء عادي، هذه حروب طبيعية إلكترونية، ولكن ماذا، كيف يمكن أن نحارب هذه؟ لا نحاربها بالوهم، نحاربها بفتح مجال الحريات. لا أعتقد أن هناك، نحن عندنا 23 جريدة، كي ندخلوا الانترنت في مواقع المشفرة نجد أنه 23 جريدة. طيب هل يوجد جريدة تنشر أخبارا لمسجون واحد في السجون الجزائرية؟ هل يمكن لجريدة أن تنشر خبر محاكمة حر؟ لا أعتقد. وبالتالي ما نستطيعش نقولوا بلي راه هذه القناة أو هذه الجريدة أو تلك يمكن أن تتابع من طرف مواطن. المواطنون لا علاقة لهم بالإعلام في الجزائر، لهم علاقة بالإعلام خارج الجزائر. والدليل أنه عندما تحدث بالإعلام الفرنسي استغل هذه الظاهرة، ولكن لم يجد شخصا يرد عليه. لماذا؟ لأنه السلطة الجزائرية مشكلتها أنه دائما تتهم الذين يردون على القضية الفلسطينية. إذن هناك تجارة يراد منها ترويج شيء لا علاقة له بالجزائر. لا يمكن أن نقول نحن في جزائر جديدة، الجزائر الجديدة لا وجود لها، هذا تعبير فرنسي، تعبير تاع دوغول. نجي نقول جزائر جديدة بماذا؟ جديدة بناتها، بمن يسهم لي كانوا في السلطة 50 سنة والسلطة، ثم يولي رئيس ثم نقول جزائر جديدة. جيبوا لي واحد فقط جديد لم أره.